ده ده المغرب خلاص قرب يأذن اهو. الله ايه يا حاج، انا شايفك قاعده يعني واندمجت قدام التلفزيون. ده خلاص ده المغرب فاضل على 10 دقايق، مش شايف اكل رايح ولا اكل جاي، يعني في مش هتفطرينا النهارده ولا ايه؟ نعم 10 دقايق الاكل ده انا نسيته. نسيت الاكل؟ الله اكبر عليك يا جعفر، نصحى طول عمرك نصحى يا جعفر. مش انا قلت لكم شوفوا لي عروسه غير جعفر؟ هي نسيت الاكل اهي. اهم حاجه بقى اللي لسه عملش لايك للفيديو يلا يعمل لايك، واللي لسه عملش اشتراك عندنا في القناه يلا يعمل اشتراك. احنا خلاص قربنا نوصل 300,000 اهوت، والناس اللي بتكلمنا على الانستجرام هتلاقوا اللينك بتاع الانستا في اول كومنت في الفيديو، خش عليه احنا بننزل مواعيد الفيديوهات هناك عليه، وكمان هتلاقوا اللينك بتاع القناه الثانيه احنا مستنيينكم كلكم هناك. يلا دلوقتي اعمل لايك لو انت لسه عملتش لايك، واعمل اشتراك للقناه يلا بسرعه قبل لما اشوف جعفر هتعمل لنا اكل النهارده ولا مش هتعمل لنا اكل. يا جعفر يا نهار ابيض، طب ابدا بايه؟ ابدا بكده ولا بده ولا ابدا؟ ابدا بايه بس؟ ايه يا ماما، المغرب اذن ولا لسه؟ اهلا اهلا بالبرده بتاعتي. والله يا اختي مش عارف اقول لك صباح الخير ولا مساء الخير. لا يا اختي لسه ما اذن، مش فاضل 5 دقايق ويأذن. ماشي يا ماما انا هطلع بره بقى. بس ايه ده، انت مش عايزاني اساعدك في اي حاجه يا ماما؟ لا والله، صحيح لي قبل المغرب ب5 دقايق وبكل جهود جايه تقول لي اساعدك بحاجه يا ماما؟ ده انت عيله بارده، رحبك تطلع بره، ربنا ما يحرمني ليكي ابدا يا بنتي. يهدمني لأم المستوانه بتاعت كل مره، اللهم امين يا ماما يا رب. أي مستفزه؟ أي مستفزه؟ اعمل فيك ايه؟ امشي يا بنت اطلعي بره. شكرا، تسلم ايدك يا ست الكل، انا غلطانه ان انا جيت اساسا، انا طالع بره. ياه ده الواحد اتكلم وشبع، الواحد مش عارف يقول لك ايه. والله يا حاجه تسلم ايدك يا حاجه على الاكله الحلوه دي. بقول لك يا ام كرش، عارف هتقولي على ايه بابا؟ هتقولي على كوبايه الشاي صح؟ ايوه بقى احبك وانت فهماني كده. يلا بقى قوم اعملها لي بسرعه كده عشان الحق اشربها قبل ما العيشه تأذن. ما اصل انا في رمضان مقضيها الخدامه، قبل الفطار تفضل ماما دعكاني في تنظيف الشقه، وروح هات هنا واعمل هنا واتعب قبل الفطار، اجي بعد الفطار اشتغل لك انت بقى يا بابا، شاي في قهوه، شاي في قهوه. لا ولسه كمان يا حبيبتي انت لسه شفت حاجه؟ هو احنا مش خلصنا فطار؟ يعني في مواعين جوه عايز تغسل؟ يلا قومي اغسلي المواعين يلا. لا بقى هو ايه ده؟ هو مفيش غيري بقى في البيت ولا ايه؟ كل حاجه انا اللي عاملها، مش كفايه اللي عملته لك بعد الفطار وهديتيني يا ماما في الصيام؟ بصوا بقى عشان تكونوا عارفين مش قايمه عامله حاجه، بس كده لا اما تستنوا لحد ما المسلسل يخلص وبعد كده بقوم اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. يا حبيبتي هتعملنا بعد المسلسل اه، لا اما مش تعملي لنا خالص. خليك قاعده زي ما انت. لا عندك انت حاج، خليك قاعد زي ما انت، سيبني انا الطلعه دي، انا اصلا متغاظ منها من بدري وعايز اطلع غلي فيها. ده انت هتاخدي دار، انا شايف ان انت تسيبي اللي في ايدك ده وتجري على بابا دلوقتي. ما انا بقول كده برضه صح كده؟ ورايا. ايه رايحين فين؟ والله العظيم ما انتوا قايمين، خليك زي ما انت يا بابا، نزل حساب بقى ملوش لازمه، عايز كوبايه قهوه صح؟ احلى كوبايه قهوه ليك يا حاج. وانت يا ماما نزلي الشبشب مش محتاجاه انت يعني يا ماما، ما هو معلم اهو كفايه اهو، المواعين صح؟ مشكلتك المواعين 5 دقايق وهتلاقيها بتبرق، هتلاقيها بتبرق، خليكوا قاعدين بس مكانكم، خليكوا قاعدين. تيرات 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 كتكنيله بتغني له وانت بتغسلي. هو مين ده اختي اللي هتغسلي عشانه؟ انت عارفه بنت انت صوتك ده موهبه، موهبه تستحق الدفن. كتكنيله خلصتي ولا لسه؟ ايه يا ماما؟ لا مش بعمل حاجه، اهو بسلي نفسي يعني يا ماما. على فكره انا كده خلصت، ما فيش اي حاجه ناقصاني، عشان ما تجيش تقولي لي اعملي حاجه تاني، عشان انا اروح دلوقتي اقعد اتفرج على المسلسل واي حاجه هتقولها لي مش هعملها غير بعد المسلسل. يا شيخه ايه، هو انت بتعرف تعمل حاجه في حياتك غير المواعين اصلا؟ وبعدين ايه ده؟ كان في كيس قهوه هنا راح فين؟ ايه ده خلص. طب وبعدين بقى؟ ولا يا باسل انزل هات قهوه من تحت عشان اللي هنا خلص. يوه يا دي باسل ما فيش غيره في البيت، كل شويه ينزل يجيب طلبات ويجي، كل شويه ينزل يجيب طلبات ويجي. ما انت عندك بقرص يا ماما، ما تقولي له ينزل يجيب هو. نعم بتقول ايه؟ ايوه ماما حبيبتي انت قلتي قهوه بس صح كده؟ عايز اي حاجه تانيه من تحت؟ مش عايزه حاجه تمام. عصبي انت قوي يا حاج، عصبي قوي. ماما انا جعان. اهلا بالوحيد اللي في البيت اللي ملوش كتالوج، ما تفهميش بيصوم امتى، قاعد ساعه المغرب بيفطر معانا، ساعه السحور بيفطر معانا، الظهر الاقيه ماشي بياكل في حاجه، ما تفهميش بيصوم امتى. ايه رمضان ما عداش عليك؟ لا ده الباشا بتاعنا حاسب، ده رمضان ما جاش عليه اساسا، ده بينام بعد الفجر معانا ويصحى على الظهر يفطر وهو كده صايم، ما تفهمش ازاي بقى صيام ازاي. هو احنا يا ماما واحنا صغيرين كنت بتعملي معانا كده برضو؟ يا اختي يا صرم، ده انت عيله بصرم منه يا بت. حاضر يا حبيب ماما، هقوم اعمل لك اللي انت عاوزه دلوقتي.
بالمره اقوم بقى اشوف اعمل لكم اكل ايه. انا اصلا حيرانه مش عارف اعمل لكم اكل ايه بكره. اصلا يا حاج رمضان ده مش بتاع اكل، بتاع شرب بس. المغرب بيقسم من هنا وتلاقي الناس كلها راحت تشرب مش راحت تاكل، فاعمل اي حاجه يا حاج. مش عارف والله يا حاج، هقوم ابص كده على ايه اللي في الثلاجه وان شاء الله الاقي حاجه اعملها. وانت يا مكرش تنامي النهارده بدري، انت سامعاني؟ بدري عشان بكره صحيكي من النجمه. ليه بقى؟ عشان عندنا بكره حمله نظافه على الشقه. الله، طب وليه يعني يا ماما قبل الفطار؟ يعني يا ماما ما تخليها بعد الفطار، هتكون فطرت ومركزه كده وقادره اعمل لك الشقه كلها. لكن بقى قبل الفطار هبقى تعبانه وصايمه ومش قادره اعمل حاجه. لا 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 لا، انت فهمت غلط، انت فاكراني باخد رايك ولا ايه يا بنت؟ لا انا بعرفك انت هتقوم الصبح. قال لا يا ماما خليها بعد الفطار، مش مزاجك هو ونفسي ما تقوميش. شوف هعمل فيك ايه. يلا يا واد يا بقرص. يا رب بقى كل حاجه. انا ده ايه ده؟ اي حاجه فيها تعب تقوم جايه رميني فيها على طول. طب مش قايمه بقى بس كده مفاجاه مش كده؟ لما اقول لك هتقومي هتقوم. انا نفسي تسمع الكلام باسم من اول مره. عميد انت قوي على فكره، ما تسمعش الكلام من اول مره. عاجبك كده؟ وحياه امك. طب وما مالها دلوقتي يا اللي ما تربتش؟ زي الفل زي الفل يا ست الكل، مفيش اي حاجه. مش خش انت جوه يا ماما، خش جوه. اتبسطت كده؟ ما بتحبيش تديري بنت لوحدك ابدا. ايه ده؟ منور يا حاج، منور يا حجوب. ايه يا حاج، ما تعمل اي حاجه بدل ما انت قاعد كده. دي في الرايحه والجايه شغاله تديلها بالشبشب. منور حبيبي، منور حبيبي. عايز اعمل لك ايه؟ عايز اعمل لك حاجه مع جعفر؟ لا حبيبي، اللي زي جعفر ده يا حبيبي ما تعملش معايا حاجه، دي تدعي بس قول يا رب. واللي تعودها تتقبل لا ما تتقبلش، انت ونصيبك. يعني بيقول لك ابعد عن الشر وغني له، هي دي الشر بقى. ابعد عن ابعد عن اسكت عشان بتيجي على السيره. اسكت اسكت. شوف برضه البت قلت لها تقفل البوتاجاز ما قفلتوش. روحي يا شيخه ربنا ياخدك. طب اعمل لهم اكل ايه النهارده؟ انا نسيت من موضوع الاكل ده، كل يوم كده اقف في نفس الموضوع واقعد افكر اعمل لهم اكل ايه. ايه يا حاج صباح الخير يا حاج. ايه بتكلمي نفسك على الصبح ولا ايه؟ بقول لك ايه، عامله لنا اكل النهارده صح؟ ايه لا يا حاج مش بكلم نفسي، قاعدين بفكر والله لسه هشوف اعمل لكم ايه. حيران انا في موضوع الاكل ده. اعملي اي حاجه يا حاج، مش شرط يعني. ما انا قلت لك قبل كده رمضان ده مش بتاع اكل، بتاع شرب. المغرب بيأذن من هنا والناس بتبقى عايزه تشرب بس، اهم حاجه. وبعدين هم العيال دول فين؟ انا مش سامع صوتهم. يعني هم لسه نايمين لحد دلوقتي؟ صح ام كرش. اه والله ده انا نسيت اصحيها، لو ما صحيتهاش انا ما تصحاش لوحدها ابدا. وسعلي كده يا حاج وسعلي. انت يا ام كرش انت لسه نايمه لحد دلوقتي، امال هتقومي لي امتى ان شاء الله؟ في ايه؟ انت الحرب قامت ولا ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ هو ايه اللي ايه ده؟ انت لسه شفت حاجه يا اختي؟ ده انت يومك اسود النهارده معايا. هو انا مش قايل لك امبارح بالليل قبل ما ننام بكره تصحي بدري عشان ورانا تنظيف؟ ما قمتيش ليه؟ يلعب عليك يا ماما. وبعدين هو حد يصحى حد كده اصلا يا ماما؟ هي الساعه كام اصلا دلوقتي؟ يا رب عليك يا ماما، دي الساعة لسه 12 الظهر، هقوم من بدري اعمل ايه دلوقتي يا ماما؟ شوية كده. طب اقوم شوية ايه يا ام شوية؟ ده احنا بقينا الظهر، عايزة تنام لحد العصر ولا ايه؟ بقول لك يا بنت انتي انا مش عايزة اتعصب، ده الشقة كلها لسه عايزة تتنضف، وغير الستاير كلها عايزة تنزل وتتغسل، والسجاد عايزة تلم كله وتنضف، والمطبخ عايزة تنضف كله وتغسل من اول وجديد، والحمام عايزة تنضف جوه، وغير الهدوم الوسخة اللي عايزة تتغسل، والصالة كلها عايزة تتنضف، والحيطان كلها عايزة تتغسل من اول وجديد. وبعد لما تخلص كل ده بقى ايه ده؟ وحياة امك انا عارفة انت الاحترام ما بينفعش معاك. ايه ما في ايه؟ ايه يا ماما في ايه؟ ما بهزر معاك يا ماما. ايه ما بتهزريش خالص كده؟ لما اشوف هما 5 دقايق والاقيك عندي دقيقتين في الحمام بتغسلي وشك، وال3 دقايق التانيين تكونوا قدامي بتقولي لي عايزه ايه؟ وهات الشبشب ده معاكي التكنيله. يا نهار اسود، جعفر مالها متعصبه كده ليه؟ مين اللي عصبها دي؟ قلنا كذا مره محدش يعصبها دي. والله ما اعرف مين اللي عصبها كده، انا زي زيك اهو نايمه اهو. بس هي راحت خلاص، نام نام نام. يخرب بيت برودك، ايه يا بنت البرود اللي انت فيه ده؟ امي بدل ما تيجي تتعصب عليك شكلها متعصبه بجد. تيجي فين؟ لا هي مش هتيجي تاني، هو ده المرشح بتاع كل يوم، اسطوانه كل يوم، لازم تيجي تسمع امي. هو انا هعمل كل حاجه لوحدي؟ ايه مش هتقومي تعملي معايا حاجه يا بروطه؟ خلاص حفظتهم، بتروح هناك تهدى وبتعمل الاكل تاني لوحدها. نام يا عم نام، هي خلاص كده مش هتيجي تاني. براحتك انا مالي، مش هتعدي دلوقتي تلاقيكي لسه نايمه تيجي تخش اوضتك دلوقتي. لا اله الا الله، ايه في امك بتتحول؟ يا نهار اسود، ما انا قلت لك امي شكلها ما بتهزرش. انا ماليش دعوه، انا هكمل نومي. لا انا كده اقوم بقى احسن، صح كده؟ جايالك اهي يا ماما، جايالك يا حبيبتي. امريني يا ست الكل، انا هنا اهو. ما تعرفيش تصحي لوحدك ابدا، لازم ازعق كده عشان تصحي. بصي بقى، انت هتنضفي الشقه وانا اعمل لكم الاكل. خش كده ابدئي لي بالاوضه الاول بتاعتي الكبيره، نضفها لي تنظيفه حلوه كده، بعد كده تعالي. حاضر يا ماما. يا لهوي، ها يا ماما
خلصت الاوضه بتاعتك على فكره تعبتني قوي. تعبتك؟ اه يا خير معلش يا اختي. خشي بقى على الصاله بقى نضفها لي تنظيفه حلوه كده، الانتري ظبطيه كده والارض ظبطي لي الدنيا كده بره. انا عارفه هيبقى يوم اسود. حاضر يا ماما حاضر. اوف يا لهوي ده انت عبد، ما قلت لك يا ماما نخليها بعد الفطور. طب عايزين بقى ابدا منين؟ ابدا من هنا ولا ابدا من هنا ولا نضف الاول؟ عايزين بقى ايه ده؟ ده مسلسل موسى هو بيتعدى دلوقتي؟ وبعدين بقى انا ما اتفرجتش على الحلقه بتاعت امبارح، بس انا اتفرج عليه واعمل نفسي اكني بنضف بس كده، بلا تنظيف بلا قرف. بنتي يا ام خير يا نهار اسود، ماما جايه ماما جايه، اعمل ايه اعمل ايه؟ ها يا بنتي وريني عملتي ايه كده؟ الله اكبر عليكي شاطره والله يا بنت، بس ايه ده انت بطيئه قوي كده ليه؟ ده لسه كلها ما خلصتش يعني. طب بصي سيب الصاله بقى عشان كده كده لسه هنفطر وبعد الفطار هنبوس تاني، فنبقى نعملها بالليل. خشي بقى على الاوضه بتاعت اخوكي كده روقيها كده وبالراحه، وما تجيش جنب السرير بتاعه عشان ما يصحاش، انت سامعاني؟ روقي الاوضه كلها بالراحه الا سريره. هو ايه اللي بالراحه؟ ما انا اروق ازاي يعني؟ وبعدين فيها ايه؟ ما يصحى يعني؟ هو يفضل نايم اليوم كله؟ ما انا شغال اهو من الصبح. ايوه يا اختي بالراحه يا اختي، تعبان طول اليوم وطالع عينه وبيعمل لي كل اللي عاوزاه، يا ربنا يخليه ليا يا رب. لا ثواني بس، وانا بس تعبان من ايه ان شاء الله؟ ده نايم لي جوه من الصبح لحد ما يقوم اذان المغرب. فين بقى التعبان في كده ان شاء الله؟ وانا اللي صاحي من النجمه شغال اعمل لك في الاوضه، ومن الاوضه للحمام، ومن الحمام للمطبخ، ومن المطبخ للصاله، ومفيش حتى شكرا. فين بقى التعب في كده؟ هو اه ابتدينا بقى في الرد يا ام لسانين. انا عارف انا عارف انت مش هتسكتي غير لما تخليه يسلم على وش. يوه كمان انا اللي هتضرب يا ماما. يلا يا اختي يلا، انا نفسي تبطلي ردك ده شويه، كانت جنينه وعلى الله تصحي. يلا ولو صحي شوفي هعمل فيك ايه. يلا يا اختي خشي. اه طبعا نايم الباشا نايم وانا اللي طالع عيني. ده ايه ده؟ ده ايه الحنيه اللي نزلت عليكي مره واحده دي؟ ده ايه ده؟ بس انا جات لي حته فكره. ماشي ماشي، انا مش هصحيه يا ماما مش هصحيه والله لو اوريك. حاضر اصبر عليا. ايه ده الصوت ده؟ ده في ايه؟ في ايه الصوت ده؟ ايه يا بنت اللي انت بتعمليه ده؟ يعني انت سايبه اليوم كله وجايه وانا نايم وعماله تنضفي؟ طب ما تصبري لما اقوم بعد كده بنضفي براحتك. امك اللي قالت لي خش نضفي الاوضه. لا يا شيخه، امك هي اللي قالت كده؟ لا استني بقى نشوف الحوار ده. يا ماما يا ماما ايه في ايه بتزعقوا كده ليه؟ تعالي بقى يا ماما تعالي بقى تعالي اتصرفي مع ابنك ده، شوفي باسم بيعمل ايه معايا. مش انت قلتي لي خش نضفي الاوضه وما تعمليش صوت عشان باسم ما يصحاش؟ انا دخلت لقيته صاحي، قلت استغل الوقت واشغل المكنسه وانضف الارضيه، راح بيزعلي ويقول لي اطلعي بره مفيش تنظيف. ينفع كده يا ماما؟ انا كده غلطانه؟ لا يا شيخه. اختاه احذره، انا اللي عرفت الشيطان دلوقتي متسلسل في رمضان عشان هو معانا هنا اصلا واحنا مش واخدين بالنا. انت مصدقها ولا ايه يا ماما؟ دي كدابه والله. لا ومش كده بس يا ماما، يا ريت خلصت على كده. ده انا بقول له امك اللي مدخلنا عشان ننضف الاوضه، يقوم يقول لي ايه بقى؟ بلمك بلا بتاع يلا اطلعي بره. شايف يا ماما بيغلط ازاي؟ قال الادب ما ترباش. يا نهارك اسود انت قلت كده؟ ايه يا ماما في ايه؟ انت تصدقها ولا ايه؟ دي والله العظيم عيله كدابه، ده اذا كان لسه صاحي دلوقتي على صوت المكنسه. طيب ماشي خليه هو صاحي يا ماما، في حد بيبقى لسه صاحي بيمسك التليفون يلعب بيه؟ اه يبقى شكلها عندها حق. ده انت يومك اسود معايا، تعالالي. يا لهوي لا 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 بص يا ماما، الشباشب شكلها ما بقتش تتاثر معاه، فخد دي يا ماما تعالى تبص على طول. خد يا ماما. ايوه خش ايوه هي دي لا حول الله يا رب. عايز تطلع اختك الملاك بتاعت البيت كدابه؟ حرام عليك يا ابني، هتروح من ربنا فين؟ ده احنا حتى في رمضان في عز الصيام. اللهم اني صايمه. انا طالعه بقى يا ماما بقى اكمل تنظيف للشقه بره. حسبي الله ونعم الوكيل، هتروحوا من ربنا فين؟